ينفعش تروح كاس عالم وتبقى مجموعه مش سهله او يعني حسابك ان الماتشات سهله زي كل كاس عالم مجموعه صعبه وعندنا ان شاء الله فرصه كبيره النظام بس اختلف شويه ان ثلاثه بيصعدوا فان شاء الله لازم الفتره الجايه عارفين ان احنا لازم نكسب عدد ماتشات اكتر شويه عشان خاطر نخش في الثلاثه على طول. طيب موقف دلوقتي لان ما يعرفش طبعا ظروف اللعيبه هتبقى عامله ازاي من الناحيه البدنيه او ناحيه الاصابات يعني ومن نفس الكلام المنافسين هل هيبقى في اصابات او الفرقه كلها هتبقى كامله فبدري جدا هو يقدر يقول فرصنا عامله ازاي في كاس العالم بس طبعا هو عنده طموح ان هو يحقق احسن نتائج يعني. Thank you for the interview and telling you that you have very high expectations on you and we need to like deliver the best results possible in the next future. شكرا جدا but tell them we are working very good but we need to be with the feet in the floor. So احنا شغالين باقصى مجهود لينا يعني بس لازم برضه نكون واقعيين ان شاء الله في النتائج اللي احنا نقدر نشتغل عليها ان شاء الله. We are in a good way but inshallah we are in a good way but ان شاء الله شويه 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 شويه